السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا لا فيديو اللي غادي نهضروا فيها ان شاء الله على المنحه. الوغ المنحه هي واحد الاعانه ماليه كيستافدوا منها الطلبه اللي تقرر انهم يستافدوا منها. بطبيعه الحال ماشي جميع الطلبه. هذه المنحه هذه كتقسم على ثلاثه ديال الدفعات طيله السنه الجامعيه. كاين فيها جوج الانواع، كاين المنحه ما يسمى منحه كامله اللي كتعطى الطلبه يعني اللي كيسكنوا اولياء الامور ديالهم ولا كانوا كيسكنوا دوك الطلبه يعني خارج المجال الحضري للمدينه اللي كيقراو فيها. وكاين المنحه اللي كتسمى غير كامله او الدومي بورس واللي كتعطى بالنسبه للطلبه اللي كيسكنوا في المجال الحضري، يعني كيكونوا اون جينيرال قراب ليتابليسمون فين كيقراو. الوغ بالنسبه للمنحه الكامله كيف ما قلت كتعطى على ثلاثه ديال الدفعات. الدفعه الاولى والثانيه كتكون القيمه ديالتها 1900 درهم والدفعه الثالثه كتكون 2500 درهم. الو بالنسبه للمنحه الغير كامله يعني الدومي بوكس، فالدفعتين الاولى والثانيه كتبلغ القيمه ديالتهم 950 درهم، الو الدفعه الثالثه يعني الاخيره كتبلغ 1250 درهم. الو بعد ما تعرفنا على المنحه والقيمه ديالها ويعني التقسيم ديالها طيله السنه الجامعيه، نبغيو نعرفوا كيفاش طالب جديد غادي يعرف واش هو مقبول في المنحه او لا. الوغ بطبيعه الحال بعد ما كيتم الارسال ديال لوائح الطلبه المسجلين من طرف المؤسسات اللي تسجلوا فيهم كيترسلوا هذه اللوائح لمصلحه المنح في الرباط. فمني كيختاروا يعني كيقرروا شكون اللي غادي يستافدوا منهم، فكانت الطريقه الكلاسيكيه باش تعرف راسك واش تستافد من المنحه ولا لا هي زياره العماله ديال الاقليم اللي انت كتنتمي ليه وكتشوف واش تافيشاو لي ليست اللي فيهم لي نون لي برينون ديال الطلبه اللي غيستافدوا من لابورس. بطبيعه الحال الطريقه تقدر تكون شويه متعبه وشويه فيها ديال التكرفيس، فيها ضياع الوقت والجهد خصوصا بالنسبه للطلبه اللي بعاد على العماله. داكشي علاش كاينه طريقه افضل واللي هي زياره الموقع الرسمي لوزاره التعليم العالي اللي كتوفر لنا خدمه من اجل الاطلاع على الوضعيه الخاصه بالمنحه بالنسبه للطلبه الجامعيين اللي كيقراو في مؤسسات التعليم العالي. اذا اول حاجه كنقوموا بها من اجل ولوج موقع الاطلاع على المنحه هو اننا كنتوجهوا في بادئ الامر لمحرك البحث ديال جوجل، كنكتبوا كونسلتاسيون دي بوكس، كونسلتاسيون de bourse, voilà. Donc on fait entrer. Had le premier titre qui est appris ici, had lien l'oul, هو اللي كان خدمو به. Donc موقع ديال الوزارة التعليم العالي h.gov.ma/fr/consultation-télé6-bourse هو هذا. Donc on clique dessus. Voilà. Donc had la plateforme هذه هي اللي كتمكننا من اننا نطالعوا على وضعية l'étudiant في المنحة ديالو. دونك اول حاجه كنديرها كنجي لهنايا، يعني الامور بسيطه بزاف. كنجي لهنايا كيقول لك فيو شوازير ان سيت، يعني اختار انت السيت ديالك. بيان سور السيت الاول انتم اللي غديروا، كاين السيت الثاني ديال الماستر وكاين ديال الدكتوراه. بيان سور انتم اون طونك نوفو ايتيديون غديروا بروميير ودوزيام سيت، فوالا هذا الاول. ابخي كدير لو سي ان او ديالك. سي ان او هو الرقم الوطني او لا الرمز ديال مصر على حسب شنو عندكم. كاين من 2015 لتحت كاين الرقم الوطني، من 2015 الفوق كاين رمز مسار. دونك حنايا كنديرو لو كود ديالكم سيري اي اون في ريشيرش. الوغ فوالا، اون فوا ليتابليسمون اللي كتقراو فيه سواء كان فاكولتي ولا ايكول سوبيريور ولا انستيتيو ولا اللي بغا يكون، اون فوا هادوك ليتابليسمون كيصيفطو لي ليست ديال الطلبه اللي عاد تسجلوا الطلبه الجدد كيصيفطوهم للناس ديال المكلفين بالمنحه في الرباط. فراه كتقدروا انكم تولجوا لهاد الانتيخفاص هذا بحال هذا اللي قدامي هنايا اللي كيبين باللي فعلا راه لو نون ديالكم راه داز للناس ديال لابورس، ولكن هذا ما كيعنيش واش تقبلتي في لابورس ولا لا، حتى كتشوفوها هنا. دونك بيان سور هذا واحد الكونت اللي قديم يعني فايت ديال الفايت. مي بون، نتوما ملي غادي ترسل الاسم ديالكم وغادي تدخلوا لهاد السيت ويتعطاكم لاكسي لهنايا، غادي يكتبوا لكم هنايا اما بورس اكوردي او لا بورسيي، يعني راه تعطاتك المنحه يعني تقبلتي انك تشد المنحه، او لا كيكتبوا لك انك نو بورسيي ولا بورس نو اكوردي. يعني شنو؟ يعني ما تقبلش الطلب ديالك في المنحه، يعني ما غاديش تستافد منه. سي بون. بيان سور هنا نبغيكم تردوا البال مزيان، سورتو الصحاب اللي غادي يديروا تغيير الشعبه او لا ترونسفير، ردوا البال لهذه المساله لان الاغلبيه كتمشي لا بورس غير بسبب هذا الشيء. الا شفتوا مثلا باللي لا فيليير حيت كيوضحوا لك هنايا ليتابليسمون اللي كتقرا فيه،
المؤسسه يعني، وكذلك الشعبه. الوغ هنايا راه نتايا مثلا تسجلتي في شعبه مثلا الاقتصاد في الكليه ديال ليكونومي، ومن بعد درتي شونجمون دو فيليير، يعني في نفس السنه درتي شونجمون دو فيليير في الاول العام مثلا الفيزيك. الا انت دخلتي للسيت ولقيتي باللي راك مازال مسجل اون ايكونومي وتراك درتي الترونسفير للفيزيك، دونك سير لمصلحه المنحه في الاداره ديال الكليه باش تقول لهم اودي يديروا لك ترونسفير لا بورس. علاش؟ شنو هو المشكل اللي كيوقع؟ هو ان ليتوديون كيخلي هادشي كيهملو، والعام الاول فعلا كيشد لا بورس، ولكن المشكل كيطرى ليه العام الثاني ما غاديش تخرج ليه لا بورس مازال. علاش؟ حيت الناس ديال لا بورس عند بالهم بلي داك السيد باقي في ايكونومي وما بقاش كيقرا فيها مازال، يعني ما بدلش الشعبه ما فراسوش واش بدلتي انت الشعبه. دونك ردوا البال ليتابليسمون اللي دايرين لكم ولا فيليير اللي دايرين لكم. بطبيعه الحال بعد ما كيتقبل مثلا تقبلتي انك تستفيد من المنحه، ملي كتشد الدفعه الاولى في لابورس راه كتطلع هنايا في هذا الطابلو هذا، دونك لي تريمستر اللي كاينين مثلا لو بروميير تريمستر، اون فوا كتطلع لك هاد لابارتي هذه هنايا كتعرف باللي راه دازت الدفعه الاولى ديال المنحه. نفس الشيء بالنسبه للدفعه الثانيه والدفعه الثالثه. بطبيعه الحال هاد الطابلو التحتاني راه ما كيخرج حتى كتخرج الدفعه الاولى ديال لابورس، داكوغ؟ الوغ كو نتوما في بدايه السنه غادي يطلع لكم غير هاد الطابلو هذا اللي الفوق اللي كيبين لكم نتوما الوضعيه ديالكم، واش مسجلين في شي تابليسمون ولا لا، واش ممنوحين او لا لا. الوغ نتمنى لكم كاملين انكم تستافدوا من المنحه وتقبلوا فيها، يعني تقبل الطلب ديالكم، وكذلك نتمنى انكم تقراو مزيان وتفاليديو. علاش؟ باش ما يطيروش لكم ديك لابورس، لانه بمجرد انك ما تفاليديش قل من نصف ديال العدد المواد اللي كتقراهم راه المنحه كتمشي ليك. دونك زيروا راسكم شويه وقراو مزيان، يكون غير الخير ان شاء الله. كان معكم اسحاق غانم، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وما تبخلوش لنا بجيم وبارطاج باش كلشي يستفد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.